الرئيس بايدن لن ينسحب، يعلنها مرارا وتكرارا، فهو يصف نفسه بالمرشح الأكثر تأهلا وقدرة وخبرة على هزيمة المرشح الجمهوري الرئيس ترامب. لكن الزيارات والمكالمات واللقاءات الافتراضية من مسؤولي الحزب الديمقراطي لم تتوقف، فهي تمارس ضغوطا متزايدة على بايدن العنيد المتشبث بموقفه. قيادات الحزب لم تواجه الرئيس بالخيار الصعب وهو الانسحاب، بل يقولون إنهم ينقلون له وجهات النظر المختلفة والقلق المتزايد داخل الحزب من خسارته المحتملة في الانتخابات القادمة. بعض مساعديه أعلنوا عن قلقهم بأن مستشاريه يخفون عنه استطلاعات الرأي السلبية حسب ما ذكر موقع أكسيوس. لذا يبدو بايدن وكأنه في فقاعة معزولا عن الواقع. استراتيجية الرئيس باتت لا تأبه برأي الحزب، فجدوله مليء بالمهرجانات الانتخابية في الولايات المتأرجحة، وربما عقد الجمهوريين لمؤتمرهم الأسبوع القادم سيعطي بايدن متسعا من الوقت لاستعادة عافيته لإبعاد تسليط الأضواء عليه وعلى تحركاته. فالأضواء ستبقى على المرشح الجمهوري وعلى خياره لاختيار نائب الرئيس. وما بين الآن والأسبوع القادم لن يكون هناك قرار حاسم، وسط انضمام العشرات من النواب الديمقراطيين المطالبين بايدن بالانسحاب والبحث عن بديل قبل فوات الأوان.